مساءكم نسمات عليلة ونفحات خير ومحبة أعزائنا المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد معكم في برنامج 7 على 7. طبعا بدأ منذ يومين العام الهجري الجديد مشاهدينا الكرام، وهي ذكرى يحتفل بها المسلمون في شتى بقاع الأرض، ليس فقط لارتباطها بالتقويم الهجري بل لما شكلت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، من أهمية بالغة كحدث كان له الأثر الكبير في تغيير مجريات الدعوة النبوية. وتذكر الهجرة النبوية كافة المسلمين شعوبا ومجتمعات وأقطارا في الوقت الراهن بالمعاني والدلالات التي استمدت منها الحضارة الإسلامية ملامحها كأول حضارة حملت إلى الإنسانية شعاع النور والمعرفة وآفاق الخير والتسامح والسلام والعدل والمساواة. فكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، نستعرض معكم أكيد الحين ما تحتوي حلقتنا من مواضيع مميزة، ونبدأها أكيد بالحديث عن العام الهجري الجديد والدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وأيضا بنتعرف على الخصائص التي تميز بها الأدب والشعر في عصور الإسلام، ولنا وقفة مميزة مع الإنشاد الديني. بنتعرف أيضا على سفراء حفظ النعمة، وموضوع آخر من الفجيرة عن معسكر العباقرة. ليس هذا فقط، فلدينا أيضا مجموعة من التقارير المميزة والأخبار المنوعة التي تحتويها حلقتنا لهذا اليوم، وفابقوا معنا إن شاء الله في تفاصيل هذه الحلقة. نبدأ أولى فقراتنا لليوم بجولة إخبارية سريعة على أهم أخبارنا المحلية في هذا المساء مع الزميلة ليالي، ونمسي عليها بالخير والنور. حياك الله يا ليالي. وأنا أود أن أمسي عليك علي بالسعادة والتسامح، هذه القيم التي تعيش بيننا هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونربي أبناءنا عليها. مساء نور مشاهدينا. لا شك اليوم حلقتنا بإذن الله تعالى مميزة واستثنائية، وبنسمع الأخبار معك. بالبداية فقط اسمح لي علي أن أشير إلى أن فريق شرطة أبوظبي للتحدي والمغامرات رفع علم الدولة وأيضا صورة شعار عام زايد على أعلى قمة في قارة إفريقيا وتحديدا في تنزانيا، وهي قمة جبل كليمنجارو. وأنا وإياك علي والمشاهدين الكرام نشاهد هذه الصورة لفريق شرطة أبوظبي للتحدي والمغامرات وهو يرفع شعار عام زايد بمناسبة عام زايد، ونتمنى طبعا للفريق مزيدا من التسلق من أعلى إلى أعلى والمغامرات الآمنة ربما بإذن الله تعالى. الله يحفظهم يا رب وما كانوا، وإن شاء الله دائما علم الإمارات يرفرف في طبعا أعالي الجبال وفي كل مكان بإذن الله معنويا تعالى. وماديا اللهم آمين. إذا نسمع لتفاصيل الأخبار معك. بالتأكيد، شكرا لك. العفو. جولة إخبارية متجددة تأتيكم من خلال برنامج 7 على 7. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة أن الشارقة تسخر كافة الإمكانات والمرافق لخدمة ودعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الهمم في مختلف الجوانب الحياتية وخاصة في مجال الرياضة، مشيرا سموه إلى أن الإمارة أصبحت اليوم تتبوأ مكانة عالمية مرموقة في مصافي المدن الداعمة لهذه الفئة المهمة والمؤثرة. جاء ذلك خلال استقبال سموه رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، حيث ثمن سموه الجهود المبذولة لدعم وتطوير مهارات وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة عبر استضافة الدورات العالمية. وتعرف سموه خلال اللقاء على استعدادات إمارة الشارقة للمشاركة في الأولمبياد الخاص الذي تستعد العاصمة أبوظبي للاستضافة في العام 2019. التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفد الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة برئاسة البروفيسور وي هاو النائب الثاني لرئيس الهيئة، حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين وزارة الداخلية والهيئة في مختلف المجالات التي تهم الجانبين.
على صعيد آخر، ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، ترأس الاجتماع 27 للمجلس الذي عقد في العاصمة أبوظبي، وتوجه سموه برسالة إلى طلبة الدولة المبتعثين للدراسة في مجموعة من أهم الجامعات على مستوى العالم بضرورة السعي والمثابرة في مشوارهم التعليمي لتحصيل أعلى الدرجات والحصول على الخبرات الضرورية كي يتمكنوا من رد الجميل إلى الوطن، مؤكدا سموه ضرورة تمثيل دولة الإمارات بشكل يليق بسمعتها ليكونوا بحق خير سفراء يحملون اسم الدولة في جميع المحافل والمناسبات العالمية. كما ناقش المجلس ملف البرامج الصحية والأنشطة البدنية والتغذية المدرسية الخاصة في وزارة التربية والتعليم، حيث جرى عرض إطار برامج التثقيف الصحي وآليات وقنوات تفعيله في المنظومة التعليمية. على المستوى الرياضي، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن ما حدث في سباق القدرة ضمن بطولة العالم لألعاب الفروسية في نورث كارولاينا لا يعكس واقع رياضة القدرة والتحمل، مشددا سموه على أهمية إنقاذ الرياضة من الغرق، مشيران إلى أن من يتحمل مسؤولية الأخطاء هي اللجنة المنظمة أو اللجان الرسمية الأخرى المكلفة من قبل الاتحاد الدولي للفروسية. وأشار سموه إلى أن الأخطاء لم تحدث في أي رياضة من قبل، لكن التفاؤل مطلوب حتى في أسوأ الظروف، والأمل كبير في تحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة. في شق مغاير، استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، معالي فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب والوفد المرافق له. وناقش الجانبان خطر التطرف والإرهاب الذي بات يهدد مختلف دول العالم، حيث أكد على تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحته وتجفيف مصادر ومنابع تمويله. وثمنت معالي القبيسي جهود مكتب مكافحة الإرهاب المبذولة، مؤكدة أهمية الدور الذي يلعبه البرلمانيون في هذا المجال. من ناحيته، ثمن المسؤول الأممي دور دولة الإمارات الفاعل في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وسياستها في نشر السلام ومبادئ التسامح والاعتداب وتقبل الآخر، مشيدا بجهودها الكبيرة في التعاون الدولي على مستويات مختلفة. في شق مغاير، أكد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة سعادة عبيد سالم الزعابي أن دولة الإمارات تشاطر اهتمام المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي بالدور الهام الذي تطلع به مختلف آليات مجلس حقوق الإنسان، وعلى رأسها آليات الاستعراض الدوري الشامل في مرافقة الدول بهدف تحسين سجلها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. جاء ذلك خلال كلمة الدولة التي ألقاها سعادة الزعابي أمام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان. ختام الجولة الإخبارية مشاهدينا، دمتم بألف خير. شكرا جزيلا ليالي على هذه الأخبار المنوعة. مشاهدينا الكرام، بنطلع وياكم لفاصل وبعدها راجعين معاكم بإذن الله تعالى، وبنشوف معاكم طبعا هذا الفيديو عن هذه الحلقة الاستثنائية. Allah, Allah, Allah.
الشمس في ضحاها هذه الدنيا نراها بضياء من محمد يا حبيب المتقين وسراجا ومبينا يا أبا القاسم دعينا فأتينا يا محمد. سيطول أين من يمشي يقول كن شفيعي يا محمد هذه الدنيا كساعة اجعل الأعمال طاعة واشتري خير بضاعة زورة الهادي محمد. مشاهدينا الكرام، في كل عام ينطلق برنامج منشد الشارقة الصغير الذي تنتجه وتقدمه مؤسسة الشارقة للإعلام، ليهب لنا طبعا مواهب صاعدة تتمتع بخامات صوتية تبشر بمستقبل باهر على صعيد الإنشاد. أما اليوم وبهذه المناسبة الدينية الجميلة، يسعدنا أن نستضيف المنشد الصغير عبد الرحمن نبيل رجا الفائز بالمركز الثاني في منشد الشارقة الصغير. حياك الله يا عبد الرحمن، شو أخبارك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ تمام؟ الحمد لله. ألف مبروك طبعا على هذا الإنجاز الكبير، ما شاء الله عليك أبدعت، واليوم نحن سعيدين جدا أن نستضيفك معنا عشان نسمع صوتك الجميل. الله يبارك. الله يحفظك. طيب، يعني قبل لا ندخل في هذا الموضوع وتأثير الإنشاد عليك أنت وعلى يعني من المجتمع بشكل عام، خبرني متى دخلت هذا العالم، عالم الإنشاد، وكيف حبيته؟ والله عالم الإنشاد أنا من عمري يمكن 5 سنين كنت أمارس هذه الهواية وأنشد، وكنت أحب أني أنشد. وأبوي وأمي اكتشفوا هاي الموهبة عندي ونموا لي إياها، وصرت أروح على فعاليات مجتمعية وأنشد، وكثير حبيت الإنشاد وأكتسب مواهب جديدة. جميل، يعني بديت من العائلة ما شاء الله، والعائلة دعموك وشجعوك طبعا. بعدين أكيد في الفعاليات قلت لي، وفي المناسبات الدينية وغيرها، وحتى في المدرسة أتوقع المدرسة يمكن أتاحت لك فرصة كبيرة أنك تطلع موهبتك، صح ولا لا؟ نعم. خبرني كيف كان التفاعل في المدرسة؟ والله في المدرسة كنت يعني لما يكون في إذاعة كانوا يستعملون عشان أكون في الإذاعة. نعم. أقرأ قرآن، أنشد نشيد. جميل. كنت دائما أشارك في الإذاعة المدرسية، في الأنشطة المدرسية المجتمعية، كثير كنت أشارك في هالمجالات. نعم، كيف أكيد الإذاعة ساهمت في تطوير موهبتك، صحيح؟ مواجهة الجمهور وأنك طبعاً تكون كسر حاجز الخوف. نعم. نعم. كثير. كيف ساهمت الإذاعة في تطوير موهبتك؟ طبعاً الإذاعة لما أنا يعني أجي أقدم أي شيء على الإذاعة، بكون أنا على المسرح، بكون قدامي كل طلاب القسم. نعم. أو المدرسة يعني يكونون قدامي. فأول ما كنت أشارك يعني أول شيء كنت شوي أخاف، أرتبك شوي في ربكة، صحيح. ما يعني ما كنت على طول أطلع، فمرات كنت ما أقبل، بس بعدين الحمد لله واجهت الجمهور، خلاص كسرت حاجز الخوف، بطلت أخاف، كنت أطلع على الإذاعة من دون أي خوف، من دون أي ارتباك. نعم. أدي أي شيء أبغى. نعم، طبعا ما شاء الله مع الأيام لا شك أن يعني تسمع بعض وجهات نظر المدربين، المعلمين اللي حولك في تطوير أدائك، خبرنا عن هذه التوجيهات كيف ساهمت يعني في تطوير أدائك. والله كان عندنا في المدرسة يعني أساتذة لهم في الموسيقى شوي، فكانوا يعطوني نصائح. نعم. انه على الطبقه او الطبقه في التون في الـ في الـ في الانشاد. كثير نصائح جتني، كثير نصائح يعني يقولوا النوع. جميل. يعني نصائح كثير من المدرسين، من الناس حوالي. نبغى نسمع شيء الحين.
نبغى نسمع شيء منك، شو بتسمعنا اليوم؟ هذه المناسبة طبعًا، مناسبة الهجرة. طبعًا بداية بهذه المناسبة المهمة أريد أن أقدم أهم التهاني إلى صاحب السمو رئيس الدولة وأصحاب السمو الشيوخ والرؤساء لدولة الإمارات وجميع أولياء العهود وجميع نعم القائمين المواطنين في الدولة. أهنئهم بهذا العام الجديد وأدعو الله أن يكون عام بركة وعام سعيد في هذه علينا وعلى كل الأمة الإسلامية بإذن الله تعالى. نسمع الآن. يا ليلي يا ليلي يا ليل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاب دليل. الله. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى مت يا مبغض أحمد غلا قد صليت اليوم عليه. الله اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله عليك أبدعت وصح صوتك الجميل وأبدعت في أدائك. طيب عبد الرحمن، لا شك أن في مثل هذه المناسبات دور الإنشاد يكون واضح وحاضر دائما في بالذات في المناسبات الدينية. كيف يساهم الإنشاد في إحياء مثل هذه الذكرى ويعني أن يصل الشعور هذا إلى كافة أفراد المجتمع صغار وكبار؟ طبعا قصدك يعني الإنشاد كيف يوصل الإنشاد نعم رسالة للمجتمع نعم إنه إنشاد من خلال هذه المناسبات. طبعا الإنشاد هي وسيلة من وسائل التواصل إن هي تقدم للناس أو نشر الرسالة الدينية هي نعم. وسيلة هناك كثير من الوسائل لنشر الرسالة والإسلام وتوحيد الله. وطبعا يعني الإنشاد كان يعني وسيلة سمعية نعم. أو لكي جذب المستمع نعم. لكي للإسلام عن طريق الإنشاد أو نعم. طبعا صوت. هي طبعا لعدة أهداف دينية اجتماعية حتى عن البعض يمكن المشاكل البسيطة ممكن تعالج بالإنشاد بطريقة أو بأخرى. وكما يقال الإنشاد إرشاد صحيح نعم. الإنشاد هو إرشاد. طيب لا شك أن مسابقة منشد الشارقة شكلت فارق في مسيرتك الإنشادية وأثرت يعني في فنك. خبرنا عن هذه الخطوة ودخولك لهذه المسابقة.
طبعا برنامج منشد الشرق الصغير كان له بصمة كبيرة في حياتي وكان أثر كبير على شخصيتي. كان برنامج منشد الشرق الصغير أول مرة يعني شاركت فيه، شاركت في الموسم الثاني والموسم الثالث، لكن ما حالفني الحظ أني أتأهل للنهائي. يعني أكثر شيء وصلت له أني وصلت نصف النهائي. فطبعا بالموسم الرابع شديت الهمة واشتغلت على حالي وكان عندي إصرار وعزيمة ودخلت الموسم بكل قوة بكل حماس. جميل. وطبعا ساندتني المشرفة دينا سعد. نعم. من مراكز تحية. من طبعا من مراكز الأطفال. نعم. في الشارقة كانت تدربني، يعني كل الشكر والتقدير لها. دخلت الموسم الرابع بقوة والحمد لله وصلت للنهائي وحققت جزء من حلمي وهو الوصول للمركز الثاني. لسه احنا مكملين، هذه اول خطوه في خطوات النجاح باذن الله تعالى، وان شاء الله انك راح تسعى للمركز الاول في كل في كل حياتك باذن الله تعالى. يعني المركز الاول حليفك باذن الله تعالى. طيب انا ابغى اتكلم ايضا عن تجربتك في مواجهه الجمهور، في التنافس الشريف ما بينك وبين طبعا المتسابقين الاخرين، كيف كان هذا التنافس؟ طبعا في منشد الشارقه لا خاسر، الكل فايز، طلعت ما طلعت هناك صحيح. كل فايز صحيح، مو بس منشد الشارقه، كل المسابقات. نعم. كنا احنا اصحاب اصدقاء، كنا نتعرف على بعض في البرنامج. جميل. اصدقاء ما لا يعني لما كان حد يطلع من اصدقائنا برا البرنامج يعني كنا يعني نزعل من الجانب. نعم. انه صديقي طلع. كنت نعم وكنت شوي افرح لانه يعني قلت المنافسه. نعم. فكثير كان الصحبه هناك جيده وتعرفت على اصدقاء. جميل. وكسرت حاجز الخوف من الجمهور، كثير كنت اواجه الجمهور. جميل. ما كنت اخاف من الجمهور. زين الحين قبل لا نختم معك نبغى نسمع شيء بعد منك صغير. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم، اللهم صلي عليه يا رب العالمين، الله الله، صلي على طه الأمين، الله الله، في كل وقت وحين، الله الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، أبدعت وما قصرت، وسعيدين جدا بهذا اللقاء، وكلمة أخيرة حاب تختم فيها. طبعا أنا أشكر زملائي من المدرسة وأشكر جميع أقربائي وأشكر عائلتي أسرتي التي شجعتني في الوصول لهذه المرحلة اللي أنا فيها الآن، وأشكر مراكز الأطفال في الشارقة والأستاذة دينا سعد، وأشكر أيضا كل ما ساندني ووقف معي وبصمة في مسيرتي. الله يوفقك إن شاء الله يا عبد الرحمن، أتمنى لك كل التوفيق وسعيدين جدا بهذا اللقاء، والله يوفقك وأنت خير مثال للطفل طبعا العربي، وإن شاء الله مزيد من التألق والنجاح والإبداع نشوفك في أعلى المراتب بإذن الله تعالى. إن شاء الله. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك طبعا المنشد المبدع عبد الرحمن، سعيدين جدا بهذا اللقاء، وإن شاء الله نشوفك في لقاء قادم، وسلامنا أكيد للوالد والوالدة، أبغيك تسلم عليهم على هذه التربية. الله يعطيك الصحة. الفنان طبعا المنشد الصغير عبد الرحمن نبيل رجا الفائز بالمركز الثاني في منشد الشارقة، شكرا جزيلا لك، وأكيد مشاهدينا نحن مستمرين معكم ونسمع طبعا أنشودة جميلة وبعدها راجعين لكم.
يا خالق الأكوان يا رباه يا واحدا لا نرتجي إلا هو يا من تريح القلب إن ناداك الله يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله أنت العظيم المستعان العالي وأنا الفقير إليك من أعمالي فاغفر ذنوبا تاتريني يا من لا يعفو عن تلك الذنوب سواه أنت العظيم وأنا الفقير إليك من أعمالي فاغفر ذنوبا تعتريني يا من لا يعفو عن تلك الذنوب سواه الله يا الله الله يا أعطيتني والحمد يا معطيها نعما بشكرك ولن أحصيها فمن علي بنعمة الإيمان والهم فؤادي كي يزد تقوى فمن علي بنعمة الإيمان والهم فؤادي كي يزد قواه الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله مشاهدينا الكرام بدأنا عام 1440 هجريا نسأل الله أن يكون علينا عاما سعيدا وعلى الأمة الإسلامية والعالم بإذن الله تعالى ونسعد جميعا بأيامه وأكيد للهجرة النبوية دروس وعبر يمكن استخلاص نتائج إيجابية كثيرة منها وتطبيقها في حياتنا اليومية وللحديث عن الهجرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم يسعدنا أن يكون معنا اليوم الباحث طبعا الشيخ أحمد عبد الكريم نرحب فيه أكيد معنا حياك الله الشيخ حياك الله الله يطول في عمرك سعيدين جدا بالبرنامج الله يحفظكم الله يطول في عمرك لا شك أن تذكر هذه طبعا الهجرة التي شكلت خطوة هامة في دين النبي صلى الله عليه وسلم واجب علينا نذكر أنفسنا ونذكر أبنائنا دعنا
يعني باختصار نستذكر معا شيخ مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته في تلك الأيام. أي نعم. والحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، ثم أما بعد، فبداية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأنا أشكركم في الحقيقة على هذا البرنامج وتذكير الناس بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم والفوائد المتعلقة بهذه الهجرة. ولا يخفاكم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان صغيرا في بطن أمه توفي أبوه، وفي عمر 6 سنوات توفيت أمه، وفي عمر 8 سنوات توفي جده، فكفله عمه أبو طالب. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم في عمر 25 من خديجة رضي الله عنها، ثم نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. هذا غار حراء يعني نفس حفرة في الجبل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ويتعبد الليالي ذات العدد. فنزل عليه جبريل عليه السلام وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. القصة المعروفة. وثم فتر الوحي بعد ذلك 3 سنوات، ثم نزل الوحي مرة أخرى يا أيها المدثر قم فأنذر. وأهل التفسير دائما يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أصبح نبيا عندما نزل عليه سورة إقرأ، وأصبح رسولا يا أيها المدثر. طبعا بعد ذلك الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة، لأن ما يخفاك أن الدعوة في أول 3 سنوات كانت دعوة سرية. ثم أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجهر بالدعوة، ولما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة بدأت الأذية من المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة للصحابة، فكان أول من هاجر من الصحابة أبو سلمة رضي الله عنه. وأبو سلمة سبحان الله قصة عجيبة، لما خرج فمنعه قومه، قال: ما تخرج، وكان مع زوجته وابنه، فأخذوا الابن، وقوم زوجة أم سلمة أخذوا الزوجة، فانفصل أبو سلمة في المدينة وزوجته مع قومها وابنه مع قوم أبو سلمة. فكانت تذهب إلى البطحاء وتبكي مدة سنة كاملة. ثم بعد ذلك أشفق عليها قومها فأعطوها ابنها فهاجرت إلى المدينة. كذلك من الصحابة صهيب الرومي رضي الله عنه سافر أو هاجر إلى مكة. وصهيب الرومي كان صاحب مال، يعني كان يجتهد في جمع المال، وقال له كفار قريش: قال: أتيتنا صعلوكا فقيرا لا تملك شيئا، والآن تريد أن تهاجر بمالك؟ قال: أرأيتم لو تركت لكم مالي أتدعوني أهاجر؟ قالوا: نعم. فترك لهم المال، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع، ربح البيع. ونزلت فيه قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الدعوة، عزم على الهجرة، وأمره الله عز وجل بذلك بإرسال جبريل إليه. متى؟ عندما اجتمع كفار قريش في دار الندوة. واجتمعوا على أمر خطير، يعني قبل كان يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، أما لما اجتمعوا في دار الندوة عزموا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صاحب الفكرة أبو جهل. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر قبل الظهر، وهي ساعة لم يأتي ولم يزور النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في هذا الوقت. فقال أبو بكر: ما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أمر. فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أبا بكر رضي الله عنه بأنه أذن له بالهجرة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله؟ يعني يريد أن أكون صاحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت. طبعا كفار قريش ماذا فعلوا في دار الندوة؟ قالوا: نجمع من كل قبيلة شاب ويحمل سيف، وكلهم يضربون النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة حتى يموت، فيفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم في القبائل. فإذا جاء بنو عبد المطلب ويريدون أخذ الثأر، ثأر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستطيعوا، لأن دم النبي صلى الله عليه وسلم موزع في القبائل. وجه شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم
بات في تلك الليلة، ثم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام في مكانه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وقد أصاب القوم النوم، أرسل الله عز وجل عليهم النوم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب فرماها فأتت على رؤوسهم فناموا. فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وخرجوا إلى الغار. انظر إلى فطنة النبي صلى الله عليه وسلم، بقي عليه الصلاة والسلام 3 ليالي في الغار، ما يخرج من هذا الغار، وكفار قريش يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علموا طبعا أن أهل المدينة سينصرون النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. نعم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى الغار فأبو بكر كان يحميه ودخل قبله إلى الغار. نعم. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أجر عبد الله بن أريقط ليكون دليلا حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأسس مسجد قباء، ثم نعم. صلى الجمعة ثم أسس مسجد النبوي. هذا باختصار يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أكيد بنكمل الموضوع بإذن الله تعالى. أيوة. وقصة الهجرة وأيضا مراحل تأسس الدولة الإسلامية بإذن الله تعالى بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. بعد هذا الفاصل الشيخ نستأذنك مشاهدينا، فاصل ونواصل، خلكم معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل، وأكيد مستمرين في الحديث عن الهجرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة مع الشيخ أحمد عبد الكريم. حياك الله معنا مرة ثانية الشيخ. حياك الله. الله يحفظك. سعيدين جدا بوجودك. وطبعا تحدثنا في قبل الفاصل عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتفاصيلها من مكة إلى المدينة، إلى أن وصل المدينة وطبعا أسس هناك مسجد قباء. نتحدث أكثر، كيف نستخلص الشيخ يعني العبر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتخذها كمنهج الحياة وقدوة أكيد في حياتنا اليومية؟ طبعا يعني الدروس والعبر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وخاصة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم ذكروا يعني كثير من الدروس والعبر من هذه الهجرة، لكن لعلنا نستخلص الأهم منها. أولا أداء الأمانات. كان سبحان الله كفار قريش يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر ومجنون وغير ذلك، ومع ذلك كان يضعون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قاموا وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يخنهم. وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يمكث في مكة ويرجع الأمانات إلى أهلها. كذلك نستفيد من هذه الهجرة اتخاذ الأسباب والتوكل على الله عز وجل. لا بد أن المؤمن في هذه الدنيا يتخذ الأسباب ثم يتوكل على الله عز وجل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أبو بكر كصاحب رضي الله عنه. نعم. واتخذ الدليل للطريق عبد الله بن أريقط. نعم. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الليلة، وكان عبد الله بن أبي بكر يأتي بأخبار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه اتخاذ للأسباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الأعرابي، اعقلها وتوكل. فهذا دليل أن الإنسان يتخذ الأسباب ويتوكل على الله عز وجل. من الفوائد كذلك محبة الصحابة أو شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قبل الدخول إلى الغار أبو بكر رضي الله عنه دخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار. وقال إن أوذيت ولا تؤذى أنت يا رسول الله. فلما دخل غطى الحفر الأولى بشيء من اللباس الذي كان عنده. نعم. وبقية الحفر غطاها برجلي حتى أن العقرب لدغت رجل أبي بكر رضي الله عنه ولم يتحرك ساكنة حتى لا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان نائما في حجره، حتى دمعت عين أبو بكر رضي الله عنه وسقطت دموعه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك يا أبا بكر؟ قال لقد لدغت يا رسول الله. فاتفل النبي صلى الله عليه وسلم مكان الجرح فشفي من وقته. فهذه في بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفك الثقة واليقين بالله عز وجل وحسن الظن بالله عز وجل. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فقال له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. انظر يعني اليقين بالله عز وجل في هذه المواقف الصعبة. انظر إلى دور الشباب علي بن أبي طالب
نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم خطورة هذا الأمر. صحيح. دور النساء، انظر إلى الصحابيات أسماء بنت أبي بكر كانت تعد الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها كتمت هذا الأمر. انظر إلى دور بيوت الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة أول شيء بناه المسجد. الله. حتى نعلم أن الأمة إذا أرادت أن تنتصر فعليها أن تعتني ببيوت الله عز وجل وترتبط ببيوت الله عز وجل. نعم الشيخ، لا شك أن يعني اليوم مع وجود أشكال مختلفة من الفكر المتطرف ويعني البعيد عن ديننا الحنيف، كيف يمكن أن نستعرض يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونظهرها بالشكل الحقيقي لدى هذا الجيل لكي يتخذونها قدوة في كل حياتهم؟ نعم والله هذا السؤال طيب، وخاصة نحن نعاني من هذا الأمر. نعم. عند الشباب اليوم أول أمر كما يقول أهل العلم الاعتصام بالكتاب والسنة. نعم. الإنسان يعتصم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بيدي أبدا كتاب الله وسنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. لذلك تجد مثلا أحيانا بعض أهل البدع يخفون بعض النصوص الواردة في بعض الأمور حتى يضيعوا الشباب. نعم. مثلا يأتون إلى الشباب ما يذكرون لهم النصوص الواردة في شروط الجهاد. نعم. لكن يذكرون لهم فضائل الجهاد. نعم. والأجور المترتبة على الجهاد، فهذا الشاب يندفع مباشرة ويذهب إلى الجهاد، أو يغيرون مفهوم الجهاد أيضا. أي نعم، مثلا هو لما أنت الشاب تأتي تقول له هذا العمل فضل كذا وأجر كذا، تخلي هذا الشاب يندفع إلى هذا الأمر. نعم. وما تذكر لجانب الضوابط المهمة في الجهاد، فدائما هم في هذا الأمر. ذلك أحيانا كذلك تجدهم يخفون السمع والطاعة لولي الأمر. نعم. فدائما يخفون هذه النصوص، حتى أن بعض أهل العلم يقول ودوا لو أن هذه النصوص لم تذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يختاضون من هذا الأمر. كذلك الأمر الثاني أن الإنسان يفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين والعلماء الراسخين، لذلك هؤلاء تجدهم دائما يحاولون أن يفهموا الكتاب والسنة بفهمهم وأهوائهم. نعم. وآرائهم، لذلك يحاولوا قدر المستطاع إبعاد الناس عن العلماء الراسخين. يذكر أحد المشايخ طلاب الشيخ العثيمين كان يحدثني يقول: سبحان الله، كنا في الطائف فكانت في محاضرة للشيخ العثيمين في هذا اليوم، فالجماعة هناك بعض الجماعات المتحزبة ماذا فعلوا؟ فعلوا نشاط ورحلة لجميع الشباب في هذا اليوم الذي سيحضر فيه من؟ الشيخ ابن عثيمين، حتى لا يستفيدوا من الشيخ ويشغلوا الشباب بأمور ثانية. كذلك الأمر الثالث التحصن بالعلم الشرعي. العلم الشرعي مطلوب، الشباب لابد أن يعرفون آيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء في هذه التفاسير المهمة. لذلك ابن عباس لما ناقش الخوارج بالعلم رجع منهم ألفان بمناقشة ابن عباس. كيف ناقشهم ابن عباس؟ ناقشهم بالعلم والحجة والبيان. كذلك من الأمور المهمة التحذير من دعاة الفتن والسوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أخاف، قال أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. وقال عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. اليوم لو تسأل يعني الشباب الذين ضاعوا وذهبوا في أماكن القتال والصراع وماتوا، من أين سمعوا هذه الفتاوى؟ صحيح. سمعوا من هؤلاء يرسلون أبنائهم إلى أقل جامعات. صحيح. وأفضل الدراسات، أما أبناء المسلمين يذهبون بهم إلى هذه المحرقات ويقتلون في هذه الأماكن. فهذه لعلها أهم الأسباب في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الشباب من هذه الأفكار الهدامة. اللهم آمين. نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء. طبعا الشيخ الأستاذ أحمد عبد الكريم، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، وإن شاء الله نشوفك في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى. وما قصرت، الله يحفظكم. الله يطول في عمرك. الله يحفظك. شكرا. مشاهدينا الكرام، نسمع معكم هذه الأنشودة ولنا عودة. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Sure.
ourselves, what will we say in front of them? معلم. He was Muhammad صلى الله عليه وسلم. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد, يا شفيعي يا محمد, خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين, يا مصطفى يا شفيع العالمين, يا others slept while others ate. He'd fast while they would laugh. He wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Muallim, peace be upon you. Truly you are our teacher. He was Muhammad صلى الله عليه وسلم. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Oh. To be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wayfarer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad صلى الله عليه وسلم. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad صلى الله عليه وسلم. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Aba al-Qasim, ya Habibi, ya Muhammad, ya Shafi'i, ya Muhammad, khayru khalqillahi Muhammad. Ya Mustafa, ya Imam al-Mursalin, ya Mustafa, يا شفيع العالمين. يا مصطفى يا إمام المرسلين, يا مصطفى يا شفيع العالمين, يا مصطفى يا إمام المرسلين. معلم. مشاهدينا الكرام, ارتبط الشعر والأدب الإسلامي بظهور الدعوة الإسلامية, وانطلق الشعراء والأدباء للدفاع عن دين نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كلف بتبليغ رسالة القرآن لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولمعت أسماء عديدة في سماء الشعر الإسلامي وتنوع الشعر الإسلامي على مر العصور ليكون توثيقا للنصر في الغزوات وانتشارا للدين الإسلامي في شتى بقاع الأرض. اليوم سنأخذكم في رحلة عبر التاريخ لنتعرف على هذا الإرث الأدبي مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور أحمد عقيلي, أستاذ النقد الأدبي الحديث. حياك الله دكتور معنا. حياك الله. أهلا وسهلا. الله يحفظك. سعيدين جدا بوجودك. سعيد بكم. وكل عام وأنت بخير. وأنتم بألف خير.
الله يحفظك. يعني أكيد نبدأ حوارنا معك بالحديث عن الشعر في صدر الإسلام وما هي أهم خصائصه. تماما، اسمح لي في البداية أن أقول كل عام والإمارات الحبيبة الغالية قيادة وشعبا ومقيمين بألف خير، كل عام وأمتنا العربية والإسلامية وأهلنا وأحبتنا بألف خير في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. لا شك أن الشعر العربي في صدر الإسلام اتسم بسمات جديدة اختلفت عما كان عليه في الجاهلية. نعم. فالشعر في صدر الإسلام بدأ ينحو منحى جديد، وهو ظهور مفردات جديدة وظهور معان جديدة وموضوعات جديدة، وعلى رأسها الدفاع عن الدعوة الإسلامية ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح هذه الرسالة المباركة. وكان من ضمن ذلك الذود عن حياض الدعوة الإسلامية أمام مشركي قريش ومن جاء بعدهم. نعم. طبعا هذا الشعر الإسلامي قيل كثيرا أنه تراجع أو انحسر إلى الوراء. نعم. بعد الجاهلية، ولكن معظم الدراسات النقدية تشير إلى أن ذلك غير صحيح، وإن الشعر العربي في صدر الإسلام تغير توجهه. نعم. وتغيرت مفرداته، فلم يعد هناك شعر في العصبية القبلية أو الدفاع عن القبيلة أو المجون الفاحش أو غير ذلك. نعم. أصبحت الألفاظ منمقة. أنزل. نعم، وأصبحت تتناول الدعوة الإسلامية بشكل مباشر وخصوصا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا بما نتحدثنا عن مدح النبي صلى الله عليه وسلم، دعنا يعني نذكر من هم أهم الشعراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم هناك مجموعة من الشعراء. نعم. لعلي أذكر على سبيل التمثيل لا الحصر، حسان بن ثابت. نعم، معروف. وهو يعني المشهور كثيرا، وكعب بن زهير وغيرهم من الشعراء، الحطيئة والخنساء والنابغة الجعدي، والقائمة تطول بالشعراء الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم ومدحوا الدعوة الإسلامية. إلا أن حسان بن ثابت كان هو الذي لقب. نعم، الأبرز، وهو الذي لقب بشاعر الرسول والإسلام صلى الله عليه وسلم، فكان له قصائد كثيرة في الزود عن الدولة الإسلامية، الدعوة الإسلامية، وكان له قصائد كثيرة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. هل تحفظ شيء منها دكتور؟ نعم، نستمع. حسان بن ثابت له قصائد كثيرة لعلي أذكر منها، رد على مشركي قريش حين نالوا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هجوت محمدا، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. نعم. أتهجوه؟ أتهجوه ولست له بكفء. نعم. فشركما لخيركما الفداء. الله. وإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. الله الله. نعم. الله. فعلا كلمات لا زالت إلى اليوم طبعا تكرر على آذاننا وعايشة إلى اليوم. تماما. دكتور، يعني دعنا يعني نتحدث عن الأغراض الشعرية التي تميز بها الشعر في ذلك الوقت. نعم، كما قلت منذ قليل، من أبرز الأغراض الشعرية التي تميز بها ظهر المديح. نعم. وهو يمكن أن نضع ده من هلالين، المديح النبوي الشريف. نعم. والفخر الاعتزاز. نعم. وكان أيضا بالدعوة الإسلامية، وظهر هناك أيضا شعر الفتوحات، هذا اللي كان يواكب الفتوحات الإسلامية. نعم. نعم، كما قلت الفخر بدأ ينحو منحى جديد، وهو الفخر والاعتزاز بالدعوة الإسلامية. نعم. لم يعد يفتخر بالقبيلة وبعصبيته. صحيح. السابقة. والمديح مدح النبي صلى الله عليه وسلم، مدح الهجرة ومدح الصحابة والخلفاء الراشدين من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والوصف أيضا، كان هناك شعر كبير في الوصف، وصف المدينة المنورة. نعم. وصف الكعبة، وصف رحلة الحج، يعني أبرز الأغراض كانت المديح و الفخر والاعتزاز والوصف. نعم. ومن ثم جاء الرثاء، رثاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما انتقل إلى الرفيق الأعلى كشيء أساسي. نعم دكتور، كيف ساهم الشعر يعني في تلك الفترة على توثيق الأحداث الإسلامية في تلك الأيام وجعلها مصدرا يعني لنا في هذا اليوم؟ تماما، المعروف أن الشعر هو ديوان العرب وخزانة. نعم. حكمتها، والشعر سجل يوثق الشاعر من خلاله أبرز الأحداث في عصره. فلو بدأنا مع الهجرة والتي نحن الآن في ذكرها الطيبة المباركة. نعم. واكب الشعر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأرخ لها، ويقول الشاعر في هذا: جزى الله رب الناس خير جزائه، صديقين أقالا بخيمتي أم معبدي. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في خيمة أم معبد، هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. أيضا توثيق غزوة بدر
والفتوحات الإسلامية التي حصلت بعد بدر وأحد وهكذا. نعم. فكان الشعر العربي هو سجل تاريخي وما زلنا إلى اليوم نستند إليه في دراساتنا المحدثة. نعم. بشكل كامل. نعم. لا شك أن الشعر طبعا العربي بشكل عام تطور ما قبل الجاهلية ومن ثم مع طبعا ظهور الإسلام. نعم. ويعني في تلك الأحداث في تلك الأيام تطور كما ذكرت. واليوم إلى أين وصل الشعر العربي؟ تماما. الشعر العربي طبعا في بداياته في الجاهلية ثم مر بصدر الإسلام. نعم. فالعصر الأموي ثم العباسي الأول فالثاني ثم عصر الدول المملوكية والعثمانية. نعم. فالعصر الحديث. هذا التطور تطور في البنية اللفظية في الشكل، وأيضا كان التطور في ظهور أغراض شعرية جديدة وظهور ما نسميه اليوم الشعر التفعيلة في الشعر. نعم. العربي الحديث ظهر تغير في الإيقاع في موسقة الشعر، فظهر الشعر التفعيلة ونسميه. نعم. الحداثة وما بعد الحداثة. لكن الشعر في ذلك كله كان يواكب الأحداث، فنرى حديثا عن الهجرة النبوية الشريفة في العصر الإسلامي وفي الأموي وفي العباسي. نعم. وفي الدولة المملوكية وما البوصيري في قصيدة البردة دليل واضح على ذلك، وحتى في الشعر الحديث. نعم. أحمد شوقي عندما أيضا كتب البردة عندما قال ريم على القاع بين الباني والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي، وهي قصيدة مطولة جدا. نعم. تحدث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة والذنوب والخير والخطايا والتوبة وغير ذلك. نعم. لا شك أن اليوم طبعا الشعر الإسلامي والشعر العربي بفضل الله تعالى لا زال يعني موجود في المجتمعات العربية بشكل عام، ولا زال المجتمع يعني ينتج شعراء. دعنا يعني نعرج ونتحدث عن الشعر العربي الإسلامي المعاصر، كيف يعني ما هي سماته في هذا اليوم مقارنة بالماضي؟ تماما. دعني أبدأ في النهاية من هذه الأرض الطيبة المباركة من الإمارات الحبيبة، هذا البلد المعطاء الذي يولي الأدب والشعر والثقافة اهتماما كبيرين. نعم. جدا، وما وجودي اليوم في هذا اللقاء الطيب إلا دليل على ذلك. الشعر اليوم اتسعت دائرته. نعم. ولكن هذا الشعر بواقعيته بإبداعه بكل مذاهبه وفنونه كان ينحو مناح كثيرة. صحيح. الاجتماعي الوجداني العاطفي والإسلامي. اليوم تطورت النظرة الشعرية بحيث أصبحت تواكب الحاضر والواقع. نعم. ومع الثورة التقنية والتكنولوجيا بقي الشعر يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتحدث عن الدعوة الإسلامية، بقيت القصائد الشعرية تكتب تترى، وأنا لي كتابات شعرية وأكتب في الشعر. نعم. ولو سمحت لي ببعض أبيات أقول ولد الحبيب المصطفى، ولد الحبيب المصطفى في يوم اثنين أغر، سجدت ملائك ربها طربا ورتلت السور، الله. والمزن فاضت ماؤها وتراقصت سوق الشجر، والنجم سبح شاكرا والبدر رتل في السحر، الله. عرس الخليقة يومها في يوم اثنين أغر، يوم به ولد الهدى خير الخلائق والبشر. الله الله. يعني الشعر مع التطور بقي محافظا على كينونته وتناوله للقضايا وخصوصا قضية النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة الإسلامية. الحمد لله رب العالمين. كلمة أخيرة دكتور حاب تختم فيها. كلمة أخيرة لو سمحت لي وأنا في هذا البلد الطيب أن أقول بضعة أبيات لي. فضل. أيضا. فضل. في زايد الخير. فضل. زايد الخير طيب الله تعالى ثراه أقول. فضل. تسمو الحروف ونبض الشعر يعليها، ذا زايد الخير حي في معانيها. الله. ابن الكرام ونور الحق في يده، وصانع الوحدة الغراء راعيها، سبع مثان بناها من رعايته، فأورق المجد في ضاحي مبانيها. الله. هي الإمارات صرح المجد خالدة، أحفاد زايد ترعاها وتحميها، تسمو بعزة شعب خالد بطل، وكف الله تحميها. الله الله. صح لسانك طبعا الدكتور أحمد أخيلي أستاذ النقد الأدبي الحديث. شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. وأكيد مستمرين معكم مشاهدينا، ونطلع لهذا الفاصل بعدها راجعين.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي وموضوعنا التالي عن ورشة عرائس الماريونيت التي نظمتها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة والتي استمرت لمدة شهر. نتابع تفاصيلها في هذا التقرير. عجبني في الموضوع جدا في الورشة ان الاطفال اتعلموا مهارات مختلفة، اتعلموا ازاي يشكلوا، في جزء فيها نحت شوية، ازاي يلبسوا العروسة وازاي يصنفروا يعني ايه معجون، ويركبوا الخشب ازاي ويركبوا الخيوط، روح التعاون اللي كانت ما بينهم، فكرة التيمور كل واحد بيساعد التاني في الحاجة اللي هو مش عارفها،
فهي الورشة كانت بالأطفال مفيدة جدا عشان يتعلموا مهارات تانية غير فكرة الرسم بس. طالبة في قسم الرسم، شاركت في ورشة العروسة وتعلمت خطوات العروسة، والكاركتر مالي هي الرقاصة. وهذه أنا في قسم الرسم وتعلمت شاركت مع عروسات المارينات وتعلمت خطوة بخطوة، وكاركتر تبعيتي اسم البنت البدوية. مشاهدينا الكرام، حرصا على تنمية مهارات الأطفال وملء وقتهم ووقت فراغهم بشتى طبعا الطرق، انطلق في إمارة الفجيرة مؤخرا معسكر العباقرة الثاني، والذي جاء بالتعاون بين مركز النجوم للتدريب وبين فندق الكونكورد بالفجيرة. وذلك وطبعا الحديث أكثر عن هذا الموضوع، يسعدنا أن نرحب أكيد في الاستوديو بالأستاذ أحمد مصطفى، مدرب اللياقة البدنية بفندق الكونكورد. حياك الله معنا. السلام عليكم. سعيدين جدا بوجودك اليوم. أكثر طبعا. وكل عام وانت بخير باذن الله تعالى. يعني خلينا نتحدث عن هذا الموضوع اكثر، ونود التعرف اكيد بشكل مفصل عن معسكر العباقره والهدف منه. طبعا هقول لحضرتك الهدف منه هو المعسكر، هو معسكر علمي وترفيهي. نعم. مش علمي بس، بل ايضا ترفيهي لكم بتحميس او استمتاع به الاطفال. نعم. بالنسبه للاهداف، الاهداف طبعا هو تنشيط، طبعا الاهداف ايه هي؟ الاهداف هي حضرتك زي مثلا تنشيط مهارات الاطفال وقدراتهم ومواهبهم. اكيد طبعا. نعم. تنشيط الـ 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 الدماغ والذاكره. نعم. لدى الاطفال. جميل جدا. نتكلم عن ما هي الفعاليات والانشطه اللي تضمنها المعسكر؟ الانشطه زي حضرتك عندك ورش علميه، وعندك تعليم السباحه. نعم. وعندك تعليم برامج اللي هو مهارات الطبخ، وعندك كمان تدريب اللياقه البدنيه. ماذا ايضا عن معسكر؟ مدة المعسكر مدة المعسكر حضرتك عندك من شهر. نعم. هو مدة المعسكر شهر، مخصص أو منقسم إلى 4 أيام في الأسبوع. جميل. طبعا للأنشطة اللي أنا قلت لحضرتك عليها دلوقتي. نعم جميل. الفئات العمرية طبعا اللي يسمح لها بالمشاركة. طبعا هقول لحضرتك الفئات العمرية عندك من 4 سنوات إلى 12 سنة المحببة لدى الأطفال. يعني أنت عندك من 4 سنوات ل 12 سنة ده منقسم إلى جروبات. جميل. جروبات من الأطفال بيكونوا في المعسكر. جميل. أستاذ أحمد، ما الذي يميز معسكر العباقرة في نسخته الثانية عن النسخة الأولى؟ هقول لحضرتك النسخة الثانية طبعا عندك تنوع في المادة العلمية وفي الموارد أو في المواد الترفيهية المحببة لدى الأطفال. يعني ده اللي يميز النسخة الثانية عن النسخة الأولى. رائع جدا. هل سيكون هناك حفل تخريج للطلاب؟ أكيد طبعا، في حفل تخرج وفي شهادات هتتقدم ليهم للأطفال. نعم. غير كمان أن في مفاجآت مقدمة من مركز النجوم. جميل جدا. كلمة أخيرة أستاذ أحمد حاب تختم فيها؟ أقول كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله أشوفكم على خير بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد مصطفى، مدرب اللياقة البدنية بفندق الكونكور. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بك. يعطيك العافية. الله يعافيك. مشاهدينا، يتجدد لقائنا أكيد الحين مع فقرتكم اليومية اللي بنتعرف فيها على الأخبار الطريفة والمميزة واللي حصلت على أعلى نسب مشاهدة في مواقع التواصل الاجتماعي، مع الزميلة منى شعبان. نتابع معا. أهلا وسهلا بكم معنا في أخباركم. الخبر اللي معايا اليوم عنوانه بيقول الشاي الأخضر يقتل الخلايا السرطانية. لطالما اعتبر العلماء أن الشاي الأخضر فوائد صحية كبيرة لصحة الإنسان، أهمها مساعدته على فقدان الوزن، إلا أن بحثا جديدا توصل إلى فائدة تبدو أهم بكثير لهذا النبات،
حيث قالت صحيفة دليميل البريطانية أن تجربة علمية أجراها باحثون وجدت أن استخدام مسحوق الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لعلاج السرطان. وكشفت التجارب أن تناول الشاي الأخضر يمكن أن يبقي الخلايا السرطانية في حالة خمود تام، حيث يستنفذ قدرتها على الانتشار ويمنعها من تجديد طاقتها. ووصف باحثون من جامعة سالفورد البريطانية نتائجهم بأنها مثيرة للإعجاب. في وقت يواصلون فيه التجارب والدراسات من أجل معرفة مدى تأثير الشاي الأخضر على مختلف أنواع الأورام. وقيم العلماء أثار مستخلص الماتشا على الخلايا الجذعية لسرطان الثدي التي يمكن أن تتحول إلى خلية ورامية وتجدد نفسها بنفسها، ووجدوا أن هذه المادة قادرة على جعل الخلايا السرطانية في حالة خمود تام، أي أنها تمنعها من تجديد نفسها ويمكن أن تصبح غير نشطة، مما سيؤدي إلى موتها. عامة أنا بحب الشاي الأخضر جدا، ودلوقتي حبيته أكتر بكتير. مشاهدينا الكرام، مع هذه الفقرة وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي أنا علي بوبر، وتقبلوا تحيات فريق البرنامج. نلقاكم غدا، لا مو بغدا إن شاء الله، نلقاكم يوم الأحد بإذن الله تعالى. وكل عام وأنتم بخير وفي أمان الله ورعايته.